في ظرف لم يتجاوز السنة غير البراق من ملامح خدمة النقل السككي في المغرب، وتغيرت معه ثقافة السفر عند كثيرين. خط هو الأول من نوعه في إفريقيا، يطوي مسافة الرحلة بين القطبين الاقتصاديين للمملكة الدار البيضاء غربا وطنجة شمالا، مرورا بمدينتي الرباط والقنيطرة في ظرف ساعتين بدل 5 ساعات، كما يتيح للزبناء خدمات ذات قيمة مضافة. إنه مريح، بإمكان الناس الاستمتاع بالجلوس معا والاستمتاع بالحديث معا مثل ما يحدث في الصين. يتم اختصار المسافات بين المدن، ويجعل الناس تنتقل بشكل سريع ويزورون مناطق عدة، ويجعل السفر أكثر سهولة وراحة. أزيد من 2.5 مليون مسافر اختاروا التنقل عبر قطارات البراق منذ دخول حيز الخدمة ديسمبر المنصرم إلى غاية متم شهر أكتوبر، بمعدل 8250 مسافرا يوميا على متن 7000 رحلة، وسط توقعات للمكتب الوطني للسكك الحديدية بتجاوز سقف 6 ملايين مسافر في أفق سنة 2021. نسبة الانصدام ديال البراق هي 97%، النسبة ديال الرضا ديال الزبناء هي 92، كتفوق 92%. هناك اليوم 28 قطار، 14 القطارات في الدار، 14 في الإياب، بوتيرة قطار على رأس كل ساعة. هل يرى البراق النور في مدن أخرى؟ سؤال يطرحه المغاربة في وقت يؤكد فيه مكتب السكك الحديد قيامه بدراسات جدوى حول إمكانية توسيع شبكته إلى باقي المناطق الجنوبية من المملكة. بالرغم من الجدل الذي رافق إطلاقه حول مدى جدوى، إلا أن النتائج المعلن عنها بعد مضي عام على تشغيله تثبت فاعليته ونجاعته في تسريع الدينامية بين محوري الاقتصاد المغربي المنتجين لأزيد من ثلث الدخل الخام، بالإضافة إلى مساهمته في توفير مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة تصل إلى 3000 قبل وبعد تشغيله. فدوى المرابط، قناة الغد، على متن البراق.